طيب نروح بقى لموضوع تاني خالص، وهو في خطوة بتعمل على تحسين جودة وخدمات البريد المصري في بروتوكول تعاون مع شركة The Entertainer المتخصصة في تقديم برامج الولاء والمكافآت مع أكثر من 250 علامة تجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وجنوب كمان شرق آسيا. تطبيق الإلكتروني العالمي المتخصص بيصمم برامج مكافآت وبيقدم خصومات وعروض تنافسية مميزة لعملاء البريد. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. في خطوة تعمل على تحسين جودة خدماته، وقع البريد المصري بروتوكول تعاون مع شركة ذا إنترتينر المتخصصة في تقديم برامج الولاء والمكافآت مع أكثر من 250 علامة تجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا. لما بنتكلم عن مصر طبعا البريد المصري من أكبر الهيئات انتشارا في السوق المصري، فكان البوابة بتاعتنا للانتشار هو البريد المصري طبعا. شركة انترتينر موجودة في أكثر من 10 دول بصورة عالمية، بس طبعا مصر كان سوق مهم جدا. الشراكة هي على الكونسيومر بيزنس بتاعنا، على الابليكيشن اللي هتنزل في السوق لكل الناس زائد عملاء البريد، ونتمنى ان الشراكة دي تمتد لاجزاء تكنولوجي تانية وحاجات تانية احنا بنقدمها كمان ان شاء الله. عملاء البريد هيبقى اول حاجة الابليكيشن دي طبعا عشان الناس تشتريها بتدفع فيها فلوس زي اي حاجة ليها قيمة، فعملاء البريد هيبقى ليهم معاملة خاصة وهيبقى ليهم سعر خاص في الابليكيشن ديت، وعملاء البريد يقدر ان هو كمان يستقطب بيها انواع من العملاء ما كانتش عنده قبل كده، لان لو هم اشتروها عن طريق كروت البريد او عن طريق المعاملات البريديه هتبقى بسعر مختلف، فاحنا بنساعد البريد ان هو يبقى عنده نوع معين من الكلاينت، واحنا كمان بننتشر في مصر اكتر. ويسعى التطبيق الالكتروني العالمي المتخصص لتصميم برامج الولاء والمكافآت كما يقدم خصومات وعروض توفير تنافسية متميزة لعملاء البريد المصري داخل مصر وفي مختلف أنحاء العالم. أولا برحب بحضراتكم وبرحب بتواجدكم معنا النهاردة في مؤتمر إطلاق برنامج The Entertainer، وهو أحدث برامج البريد المصري لعملائه. يمكن الشراكة ما بين البريد المصري وذا إنترتينر تعد من أهم الشركات العالمية اللي بتقدم برامج مختصة ببرامج الولاء والخصومات للعملاء. فمن استراتيجية بقى البريد المصري ان هو دايما يبقى باصص ازاي ان هو يقدم باقة من الخدمات للمواطن المصري اللي تقدر بالفعل تفيده في كل مشترياته اليومية وتفيده في كل احتياجاته اليومية اللي بيقدر يستخدمها كل يوم، ونقدر فعلا نقدم له فيها خدمة جديدة توفر له فلوس، توفر له خدمة ممتازة عن طريق 600 متجر يقدر يحصل منه على خصومات كبيرة جدا عبر الابليكيشن او برنامج ذا انترتينر. كان ده شيء مهم جدا. استراتيجية الهيئة خلال الفترة اللي فاتت، ويمكن تأكيد القيادة متمثلة في رئيس مجلس الإدارة دكتور شريف فاروق، في ان احنا دايما نكون بنبحث عن برامج هادفة الى تقديم خدمات على الارض للمواطن المصري، كانت اهم الخطوات الرئيسية اللي خلتنا ان احنا نتشارك مع شركة كبيرة زي ذا انترتينر واللي بتعمل في اكتر من 10 دول على مستوى العالم وبتقدم برامج خصومات بتوصل التوفير فيها. يمكن السنة اللي فاتت وصلت لأكثر من مليار دولار توفير، فكان ده شيء مهم جدا نبحث عنه، والنهاردة الحمد لله بيكلل المجهود بأن احنا بالفعل بنطلق هذه الخدمة للمواطن المصري اللي يقدر يحصل عليها من البريد المصري، وزي ما بيقول كده الابليكيشن اللي نفسك فيه ده وقته. ويعتمد البريد المصري في الفترة الأخيرة على تنفيذ استراتيجية واضحة بهدف زيادة عدد العملاء، وقبل هذا وذاك تحسين جودة الخدمات المقدمة.